له علاقه بالدار ما حصلش واحد يدعمه. عندنا الوحدة الثانية في العمل. الوحدة الأولى توا إن شاء الله بصدد أن نقوموا لها بعمرة، وكما تشوفوا أن قطع الغيار بتاع التوربينة مفكوكة كلها بالكامل وجاهزة للتركيب، وننتظره في الشركة الأجنبية إن شاء الله ممكن حاجينا في منتصف الشهر هذا، على أساس أن نركبوا ونقطع غيار اللي متواجدة واللي جت من برا. على أساس يكون أن التوربينات اثنين في العمل، لما يكون التوربينات اثنين في العمل إن شاء الله يغطينا ما يقارب 50 ميجا وات بما يعادل استهلاك لمنطقة الكفر. حاليا نشتغلوا بتوربينة واحدة تنتج تقريبا في 20 ميجا وات، لكن مواجهتنا مشكلة نقص امتدادات الوقود. عندنا خزان سعته 5 مليون لتر متهالك الارضيه، وشركه مازال لنا سنتين ما درتش في اي حل لحد الان. عندنا مشاكل في الاستقبال، عدم وجود مضخات كافيه لاستقبال الوقود، زيد على ذلك العزوف سائقي شاحنات الوقود. الى الان من بعد العيد ما جناش الا 6 سيارات. يوجد محطة كفرة عدد 3 وحدات غازية 25 ميجا وات، حاليا العاملة منها الوحدة واحدة، الوحدة هي الوحدة الثانية، الوحدة الأولى تحت العمرة إن شاء الله، ولكن الأمور الأمنية والمالية تمر بها البلاد ألقى بذلالهم بصراحة علينا، وحالا دون استكمال العمرة الوحدة الأولى، ولكن إن شاء الله نقول الفترة القريبة الجاية إن شاء الله يتم. أصبحت هنا.